محمد احمد طبعا عضو مجلس اداره او نائب رئيس اتحاد السكندري، واحد من الشخصيات الجميله المحترمه. يا محمد بيه مساء الفل، مبروك عوده الوئام لنادي الاتحاد السكندري. الله يبارك فيك يا دكتور، ده عودة الشيء لمكانه الطبيعي. انا جميل، انا انت عارفني انا واحد اللي بتربطنا علاقه حميميه بنائب محمد مصلحي، طبعا يا لانه دكتور، شخصيه جديره بالاحترام، ومجلسكم بالكامل اللي بيقوده النائب محمد مصلحي حقق طفرات ونجاحات في نادي الاتحاد السكندري الكل بيشهد بيها. لكن خليني اعيش النهارده في اجواء ما تم داخل ديوان عام محافظه الاسكندريه. احكي لي ايه اللي تم في الجلسه النهارده. اولا طبعا انا بشكر حضرتك على المقدمه الكبيره والجميله اللي قلتها حضرتك في حق الاستاذ محمد مصلحي وفي حق نادي الاتحاد وشعب اسكندريه كله. طبعا ده مش بعيد عن حضرتك وعن اخلاقك وعن دايما دعمك ومساندتك لكل الانديه الشعبيه والجماهيريه. اشكرك يا فندم. لان حضرتك طبعا في موقع المسؤوليه وعارف طبعا يعني ايه الانديه الشعبيه والجماهيريه ويعني ايه الجمهور، وعارف قيمه سيد البلد، يعني ده اسمه سيد البلد، مش هقول اكتر من كده. ربنا يخليك اتفضل اسمح. طبعا يا دكتور ربنا يخليك. وطبعا للاسف الشديد انا في المملكه العربيه السعوديه بقدم وظيفه عمره، والنهارده ما كنتش كان ليا يعني ما كانش ليا الحظ ابقى مع زملائي ومع الرئيس ان احنا نحضر الجلسه اللي كانت موجوده، بس يعني التفاصيل كلها الحمد لله موجوده معانا. طبعا اهمها اللي حضرتك ذكرته واللي توجت في النهايه بعوده القائد والربان السفينه الاستاذ محمد مصلحي لمكانه الطبيعي في قياده نادي الاتحاد السكندري، وده كان طبعا مطلب كبير جدا من كل جمهور اسكندريه وشعب اسكندريه. والحقيقه انا بشكر حضرتك طبعا وبشكر في الاساس الدكتور اشرف صبحي. طبعا حضرتك زي ما ذكرت كانت لكته جميله وطيبه منه ان هو يجي لحد اسكندريه ويعمل اجتماع مع سياده الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، اللي بنحب برضه بنحب نشكره ونشكر كل الساده النواب كلهم، عشان بس ما حدش يزعل مني ان انا تأثرت بكل نواب اسكندريه. الامانه وقف وقفه جميله جدا، كانت حقيقه ما كانتش حاجه يعني ما حصلتش قبل كده ان كل نواب محافظه اجتمعوا على شخصيه زي الاستاذ محمد، والتوافق اللي كان موجود وتمسكهم بالاستاذ محمد ومجلس الاداره بالكامل، دي كانت حاجه هائله جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت هي الموضوع ما كانش الخساره بس في كره السله، كانت عده ضغوط كانت بتمارس على الاستاذ محمد والمجلس في الفتره الاخيره، لان انت عارف حضرتك الاعباء الماديه والتكاليف النهارده في ظل الازمات الاقتصاديه العالميه اللي موجوده وارتفاع الاسعار بشكل غريب جدا، ودي حقيقه طبعا بنواجهها في مختلف يعني سواء على تكاليف في كل نواحي الحياه. فيعني الموضوع كان الحقيقه النادي كان في حاجه لدعم، خاصه ان احنا مجلسنا يعني من ساعه ما جه ما حصلش اي نوع من انواع الدعم المادي سواء من المحافظه او من الوزاره على غرار الانديه الاخرى، يعني زي الاسماعيلي وزي المصري، مع ان احنا عندنا يعني في نادي الاتحاد 19 لعبه. الاسماعيلي والمصري كل فريق فيهم عنده لعبه واحده، ولكن الحمد لله احنا قادرين الحمد لله يعني كنا نقدر نمشي المركز زي ما حضرتك قلت والدنيا ماشيه. لكن حصل بقى طبعا الدنيا الظروف اختلفت واصبح في حاجه ملحه ان احنا عندنا فرع النادي جديد في سموحه، كان الحقيقه كان محتاج دعم كبير جدا في النواحي الانشائيه على سبيل ان احنا يعني نقدر نوفر منه عضلات جديده تقدر تعمل مصدر دخل نقدر نمشي بيه الدنيا في خلال الدوره اللي احنا فيها دي ان شاء الله وربنا يكرم. فكان في جلسه في رمضان الماضي مع سياده الوزير وكان الحقيقه وعدنا انه هيحصل دعم، وعدت فتره كبيره وفعلا بدات الامور يعني تزداد سوءا.